وأن نصح أصحاب الفضيلة المجتمع والشباب بأن يتعاونوا على صالح الأعمال، ومن صالح الأعمال الزواج المبكر، فالشباب يحث على الزواج والسهل له أسبابه ويقنع بفساد الأعذار التي قد يبديها، فقد يكون المانع له أمرا قبيحا ومنكرا، فينبغي أن يحث على العفة والبعد عن أسباب الفواحش والحذر منها، وأن يوصى بالحرص الشديد على الزواج، وأن يوصى والده وإخوته وأمه وقراباته على المساعدة في ذلك والتعاون. وهكذا فتيات ينصح أبوهن وأمهن وقراباتهن على تزويجهن، ولو لم يكمل الدراسة، ففي الإمكان أن تتعاون مع زوجها في إكمال الدراسة، ولا مانع من قطع الدراسة أيضا للمصالح الأخرى. وقد يكون المانع غير الولي كما قال أحد المشايخ، قد يكون المانع من الزواج عوارض أخرى، قد تكون الأم في الطريق تقول لا تزوج بنتي إلا بفلان وبفلان ووصفه كذا ووصفه كذا، قد تكون الجدة، قد تكون الأخت الكبيرة، قد يكون الجد، قد يكون بعض الإخوان، الموانع كثيرة، وليس مقصورا على الولي فقط أو على البنت فقط أو على الشاب فقط، الموانع متعددة، فينبغي التواصي للقرابات والأسر على تذليل العقبات وعلى المشورة بالنصح، وعلى إقناع الأب إن كان هو المعترض أو البنت أو الجدة أو الأم أو الأخت بما يراه صالحا. ومن المصائب العظيمة أن قد يكون عذر فتاة أن زوج صالح ومتدين، هذا من البلاء العظيم، تريد أن تنكح فاسقا يعينها على الفسق والمعاصي. وقد يكون المانع من الأم أن لها قليل معاش قليل تخشى على بنتها من الفقر والحاجة، وهذا من الشيطان ومكائد الشيطان ومن مكائد أعداء الله، دعاة الفساد دعاة الشر. وقد يكون العذر الرغبة في إكمال الدراسة من الولد أو من البنت، وهذا أيضا غلط ومن مكائد الشيطان ومن دعاة الشر الذين يدعون إلى الباطل والشر باسم الإصلاح وباسم الخير. فالمنافقون وأشباه المنافقين قد يدعون إلى الفساد باسم الدين أو باسم العلم أو باسم القراءة أو باسم الدراسة، أو يكون جاهلا يدعو إلى هذا على غير بصيرة وعلى غير علم، فقد يبقى الطالب في الدراسة مدة طويلة وقد يرسب كثيرة، وقد ينتقل من الدراسة الجامعية إلى الدراسات العليا فيبقى أيضا سنوات، والبنت كذلك. هذا لا يصلح كما بين المشايخ في ندوتهم جزاهم الله خيرا. وثم من المهمات شرح المصالح العظيمة التي تنتج عن الزواج، ومضار العظيمة التي تنتج عن عدم، يشرحها الولي، يشرحها الأخ، يشرحها طالب العلم المتصل بهم، يشرحها من له قدرة في المجتمع في الأسرة، يشرح له المصالح العظيمة في الزواج ومضار كبيرة في عدم الزواج. ومن المسائل التي ذكرها المشايخ مسألة المهور، مسألة الولائم والتنافس فيها حتى تكون النتيجة طرح أكثر الطعام واللحوم في قمامات، أو تركها تفسد في محل خاص لا ينتفع منها ولا يستفاد منها. ينبغي للمتزوج وأسرته أن يعنوا بالتسهيل والتيسير، ولا يتكلفوا بالوليمة ولا يتكلفوا بالمهر. وقد بلغني عن كثير من الرجال والنساء أنهم يرحبون بالزوج الصالح والشباب الصالح بمهر قليل وبوليمة سهلة ميسرة، ما تكلفني فيها في هذا جم غفير
كلهم يريدون التسهيل للزواج وليس عندهم مانع من المهر قليل وليس عندهم مانع من الوليمة قليلة. المهم وجود الشاب الصالح والفتاة الصالحة. فينبغي التواصي بهذا والحرص على التزويج بما تيسر من المهر وتواصي بعدم التكلف الوليمة وعدم التكلف فيما يتعلق بالفنادق وقصور الأفراح فإن هذا يضر كثيرا. والناس من طبيعتهم التنافس ومن طبيعتهم التأسي بأقاربهم، فإذا رأى قريبه زوج ابنته أو أخته في الفندق أو في قصر غالي من الأفراح أحب أن يكون كذلك، ورأى من الغضب عليه أن يكون دونه، وهذا من البلاء. ومما ينبغي ذكره أن نهاية كبير كبار العلماء قد قرروا وأصدروا قرارا بمنع الزواج في الفنادق ومنع الزواج في قصر الأفراح الله عليها، ورفع هذا القرار لولي الأمر ونرجو أن ينفذ قريبا إن شاء الله. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما أصدروا بيانا مرات في الحث على تقليل المهور وتسهيل المهور وتسهيل الولائم، وأصدر غيرهم كذلك من النصائح. فنسأل الله ينفع بها ويوفق المسؤولين عن وسائل الإعلام لتكرار إذاعتها وتكريم إذاعتها في كل وقت حتى يسمعها من لم يسمعها وحتى ينتفع بها من لم ينتفع، فإن الشيمة تكرر يكون نحو بها أكثر. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، خاطر بها في الدين فلم تدعك. وروي عنه عليه السلام أنه قال إذا خطب إليكم من تضرر دينه وخلقه تزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الأرض فساد عظيم. فالمؤمن ينبغي أن يعتني بهذا الأمر وألا يكون همه الجمال أو المال. لا مال أن تكون جميلة ولا مال أن تكون لها مال وللزوج مال، لكن يكون المهم الأكبر صلاح الدين في الفتاة وفي الفتاة، هذا هو الأهم، يكون الزوج صالحا والفتاة صالحة، أو على الأقل النقص فيه قليل والنقص فيها قليل. أما الكمال والملاحظة لكل شيء فقد يصعب ذلك، ولكن الحرص على الدين في الطرفين أمر مهم. ومما ينبغي أن يذكر ويلاحظ أن تقنع الفتاة بالزواج ولو لم تكمل الدراسة، سوف يعينها زوجها على ذلك أو تقع الدراسة ولا بأس، المهم أن تعلم دينها وأن تعرف ما ينبغي لها وما يجب عليها وما يحرم عليها، وهذا بحمد الله ويسر الدراسات الأولية في المتوسط والثانوي، وإذا جاء مع هذا الدراسة العليا فهو خير لا خير. وكذلك ما ينبغي للفتى كذلك أن يحرص على الزواج ولا ينتظر إكمال الدراسة العليا، بل يبادر ويسارع متى تيسر الزواج. وسمعت من بعض المشايخ هنا الآن أن بعض الناس يتعلم بالمال والعجز، وليس الأمر كذلك، بل لو هناك علل أخرى. ومن نعمة الله جل وعلا أن من استدان في المصالح العامة أو في المصلحة الدينية أن الله يسهل أمره ويعينه ويقضي عنه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والله يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليه سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: إني أتزوج أريد غنى، فالزواج فيه غنى، فمن تزوج أعانه الله ويسر الله أمره وفتح له أبوابا كثيرة فعينه الله بها على نفقة الزوجة وعلى أجرة البيت وعلى ما يدفع ذلك. فلا ينبغي له أن يتعلل بهذا، بل ينبغي له أن يحرص على الزواج ولو بالاستدانة ولو بالقول، وسوف يقضي الله جل وعلا. ما في الحديث الذي سمعتهم ثلاثة حكم الله عونهم: منهم الناجح من العهد، من تزوج والله يعلم من قصده، الرغبة في العذاب وبعد عن أسباب الشر، فالله جل وعلا يسهل أمره ويعينه سبحانه وتعالى ويفتح له أبوابا كثيرة لا تخطر على باله في قضاء دينه وتسهيل أموره. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا وزادنا وإياهم تقى وهدى وعلما وفهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.